حبل المي المودة والصداقة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. المجلس سيد نفسه، ما حدا ينسى المجلس النيابي، مش لأنه طلع كلام عن فراغ وغير فراغ فينا ننسى المجلس النيابي. احتدام النقاش بشأن قانون الانتخاب، ومصادر اللجنة الرباعية تؤكد عودة النقاش إلى المربع الأول. جيت للمجلس السوري وقدمت له كل ما أملكه. الحريري مصرحا عن أملاكه في المجلس الدستوري، حريصون على الشفافية. واشنطن تزود قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة نوعية، وإرجاء مفاوضات جنيف إلى 20 من شباط المقبل. صباح الخير. قانون الانتخابات هو محور الحركة السياسية في البلاد، والانتخابات النيابية التي بدأت المهل الدستورية تداهمها مع أقل من 3 أسابيع لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وأعلان لوائح الشطب باتت تحت المجهر الدولي. جولة وفد اللقاء ديمقراطي حطت مساء أمس في السراي الحكومي، حيث أبلغ أعضاء الوفد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرفض القاطع والجذري لصيغة القانون المختلط المطروح، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه ولا أحد يلزمه بالفراغ. لا لصيغ قانون الانتخاب المختلطة ولا للنسبية، عنوان حمله وفد لقاء ديمقراطي إلى السراي الحكومي، وتم إبلاغه لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. المتحدث باسم الوفد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي أكد الانفتاح على الحوار للبحث بقانون يرتاح له الجميع. ونحن أقولها جهارة مع حقوق المسيحيين كاملة، ولكن نحن مش حبتين، ما حدا بياخد من حقوقنا في هذا الإطار الوطني الكامل. اتفاق الطائف الذي لم يحدد النسبية كقانون انتخابي أو كأساس لقانون انتخابي، تحدث عن النسبية بين الطوائف، بين المذاهب، بين المناطق، ليس إلا. نحن الرئيس الحريري لما بنجي لعنده بنجي عند أنفسنا، نحن ما فايتين بأي سجال، خصوصا مع فخامة الرئيس ولا مع التيار الوطني الحر، اللي هو للأسف يعني بدأ الحديث بتوتر عن نزول إلى الشارع، عن فرض قوانين انتخابية معينة. نحن منا بهالوارد، لنا بسجال معهم، نحن بدنا يرتاحوا ياخدوا كل حقوقهم، بس ما حدا يجي ويأكلنا حقنا. وردا على سؤال عن إمكانية رفض رئيس الجمهورية ميشيل عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 من شباط، قال حمادي: المجلس سيد نفسه، ما حدا ينسى المجلس النيابي، مش لأنه طلع كلام عن فراغ وغير فراغ فينا ننسى المجلس النيابي. المجلس النيابي آخر يوم بيعمل مهل جديدة وبيعمل قانون جديد، حتى عشية الانتخابات بيقول بكرة الانتخابات إذا بده. رئيس مجلس الوزراء كان التقى أيضا وزير المهجرين طلال أرسلان وبحث معه شؤون وزارته. أنا بتفهم موقف وليد بيك ببعض خصوصية هذا الموضوع، أنه لنحكيها بكل صراحة، هي مسألة مصير الطوائف الصغرى أو المذاهب الصغرى بالتأثير على التصويت. إرسلان شكر رئيس الحريري على اهتمامه ورعايته لموضوع طي ملف المهجرين. ومن بعد أعلن رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه مع القانون النسبي على المستوى الشخصي، لكنه حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام وفد من نقابة الصحافة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وإقرار قانون جديد يوافق عليه اللبنانيون ويعطي كل طرف حجمه. لافتا إلى أنه شخصيا مع قانون النسبية، إلا أن ما يطمح إليه
فخامة الرئيس أن يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل. ولفت إلى أن 87% من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وقال: أنا لا يمكنني أن أتجاهل توجهات هذه النسبة الكبيرة من اللبنانيين. وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية والخدماتية، لفت رئيس الجمهورية إلى أن العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين بأقصى سرعة ممكنة، وأكد على أن البلوكات النفطية والغازية التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح، وأن مردود الإنتاج سيكون في صندوق سيادي. كما أشار الرئيس عون إلى أن اللامركزية الإدارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد، وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة إنجازها، مضيفا أن كل القطاعات الإدارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الآن موضع درس وتراعي الإنتاجية. رئيس الجمهورية استقبل أيضا وفدا من تجمع المحامين للطعن بقانون الإيجارات برئاسة المحامي أديب زخور، وعرض معه تداعيات هذه القضية. كما التقى وفدا من مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان برئاسة الفنان أسامة الرحباني، ووفدا من نقابة محامي الشمال برئاسة النقيب عبد الله الشامي، ومن زوار بعبدة الوزير السابق إبراهيم شمس الدين والوزير السابق شربل نحاس. أكد وزير الداخلية أن هذا المشنوق التزامه إجراء الانتخابات النيابية، وخلال لقائه السفيرة الإسبانية في لبنان قال: كما التزمت إجراء الانتخابات البلدية فأنا ملتزم إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل أحدى ركائز تثبيت النظام اللبناني وتدعيمه الأساسي. وتابع: مثلما نجحت الأجهزة التابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في حماية الاستقرار الأمني، فإن إجراء الانتخابات النيابية ونجاحها من شأنهما تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد. عاد النقاش الانتخابي إلى المربع الأول بعد أن سقط مشروع المختلط، بحسب ما أكدت مصادر اللجنة الرباعية التي اجتمعت مساء أمس في وزارة الخارجية. وأوضحت المصادر أن المجتمعين تبلغوا رسمياً اعتراض حزب الله وحركة أمل على مسودات المشروع المختلط المطروحة على طاولة اللجنة. وأشارت المصادر إلى أن البحث عاد للتداول في المشاريع والطروحات الانتخابية السابقة، بحيث استؤنف النقاش في 4 مشاريع مطروحة لقوانين الانتخاب التأهيلي الذي أعيد تعويمه على طاولة البحث، والنسبي حسب ما قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمختلط بين النسبي والأكثري وفق صيغته الأصلية، بالإضافة إلى مشروع One Man Multiple Vote. أكدت كتلة المستقبل النيابية تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير. جددت كتلة المستقبل النيابية تمسكها بالقانون المختلط بين النظامين الأكثر والنسبي للانتخاب. موقف الكتلة جاء خلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. تعيد كتلة المستقبل التأكيد على تمسكها ألف بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية. ب بإجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأخير. والكتلة ترى أن تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظل وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان. كتلة المستقبل اعتبرت أن القرارات والإجراءات التي باشر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق مواطني دول إسلامية وعربية من شأنها أن تحدث فوضى عارمة في النظام العالمي، حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى إحياء وتصعيد الحساسيات والظواهر السلبية. كتلة المستقبل استنكرت الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد كبك في كندا، كما توجهت بالتعزية للبنانيين عموما والطائفة العلوية على وجه الخصوص بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي. ومن الرابي أكد تكتل التغيير والإصلاح عقب اجتماعه الأسبوعي أن طرحه الأساسي لقانون الانتخاب هو الأرثوذكسي، لكنه تدرج نحو المختلط عندما طرحت الأفكار للنقاش. لا عقد لدينا ولا عقد لدى رئيس تكتلنا
وبالتأكيد لا جلد للذات ولا وجل ولا خجل بأننا نرغب باستعادة حقوقنا في أي قانون انتخاب. إن ذهبنا إلى قانون عادل عيرتمونا، وإن عقدنا تحالفات شككتم بنا، ولم نعقد ولم نتفق على مقاعد وعلى حصص مع أحد. لا يا إخوان، الوثيقة أمامكم والوثيقة وراءكم. بعد اجتماع وفد من اللقاء الديمقراطي بالرئيس نجيب ميقاتي، وصف النائب وائل أبو فاعور القانون المختلط المقدم من الوزير جبران باسيل بالمسخ، متحدثا عن رائحة انقلاب على الطائف. موقف رافض بشدة لقانون الانتخاب المختلط عبر عنه اللقاء الديمقراطي على لسان النائب وائل أبو فاعور الذي وصفه بالقانون المسخ. أبو فاعور وبعد لقائه ووفد من اللقاء الديمقراطي رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قال إنه لا يجب أن يهدد أحد بالمهل الدستورية، فهناك قانون ودستور ونظام، والمهل التي يتم الإعلان عنها تعني أصحابها فقط. أما وقد ذاب ثلج النسبية وظهر مرج هذا القانون المسخ الذي تم الإعلان عنه منذ يومين، والذي صيغ فقط بنية واضحة في توزيع المغانم بين القوى السياسية، إرضاء هذا الطرف هنا وإرضاء هذا الطرف هناك، فبات يحق لنا أن نسأل أين رغبة الإصلاح في قانون الانتخاب، وما هي معايير الإصلاح، وأين أصبح الإصلاح. نذكر بأن هناك عقدا دستوريا وطنيا بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف، وإذا كان هناك من يريد أن ينقلب على الطائف فليعلن هذا الأمر صراحة وليقل هذا الأمر صراحة، ونحن لا نستبعد بل نشتم رائحة ردة على الطائف. فريق يقول أنا اللي لألي لألي واللي لكم لألي ولكم، هيدا ما بيمشي الحال، ولا ممكن هالكلام كلياته عم ينحكى بين يوم واخر. عم بعيدنا لذكريات ما بنحب نقولها، ذكريات الحرب بتوقيت مختلف وخوف على كل شرائح المجتمع اللبناني. نحن حريصين في هالاجتماع وبكل اجتماع ان نحمي بعضنا نحن المكونات اللبنانيه، ونحن نوصل لقانون انتخابات كما قال معالي الوزير ابو فاعور من روحية الطائف وتمسك باتفاق الطائف. وشدد ميقاتي على ضرورة احترام المهل للوصول إلى قانون للانتخاب يوافق عليه كل اللبنانيين ويمثل الجميع. قدم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تصريحا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة لرئيس المجلس الدستوري، مؤكدا حرصه مع رئيس الجمهورية على الشفافية. عملا بقانون الإثراء غير المشروع الصادر عام 99، والذي ينص على أن يقدم كل من يكون في الخدمة العامة تصريحا موقعا منه عند تسلمه وانتهاء ولايته يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها، تقدم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتصريح عن أمواله المنقولة وغير المنقولة لرئيس المجلس الدستوري عصام سليمان. كل الوجباتنا الدستورية عم نقوم فيها أنه نجي نصرح عن يعني عن شو الواحد عنده، فجيت لمجلس الدستوري وقدمت له كل ما أملكه، وهيدا بيدل على أنه النظام بلبنان عم يمشي يمكن، وهيدي إن شاء الله يعني الشيء اللي دائما لازم يكون موجود هو الشفافية بالبلد، وهذا الشيء نحن حنكون كثير حريصين عليه مع فخامة الرئيس. وأكد الحريري أنه يقوم بواجبه الدستوري وهو مستعد للقيام بكل ما يطلبه القانون كرئيس لمجلس الوزراء، متمنيا أن يبقى البلد بألف خير. تتابعونا بعد هذا الفاصل. غارات مكثفة على انقلابي اليمن بعد الهجوم على الفرقة السعودية. أهلا بكم من جديد. زود التحالف الدولي بقيادة واشنطن قوات سوريا الديمقراطية الكردية للمرة الأولى بآليات مدرعة، فيما كشف مصدر كردي عن عزم هذه القوات عزل الرقة نهائيا عن محيطها.
في خطوة ميدانية مهمة، أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن تقديمه مساعدات عسكرية لميليشيات سوريا الديمقراطية للمرة الأولى. المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أوضح أن المدرعات والناقلات الجند وصلت قبل 4 أو 5 أيام، وهذا دليل أن هناك بوادر دعم من الإدارة الأمريكية الجديدة بعد أن كانت إدارة أوباما تزودهم بأسلحة خفيفة وذخائر. وأفاد مصدر عسكري كردي بأن المرحلة المقبلة من الحملة ضد داعش في سوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائيا عن محيطها الجغرافي. أما في ريف حلب فتجددت الاشتباكات بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة المنضوية ضمن غرفة عمليات درع الفرات على أطراف مدينة الباب، ودمر طيران التحالف الدولي نفقا للتنظيم في المدينة تزامنا مع غارات تركية في المنطقة ذاتها. وأعلن الجيش التركي أنه تم تحييد 30 عنصرا من تنظيم داعش في قصف استهدف مباني وأماكن تجهيز سيارات مفخخة ومنصتي مضاد للطائرات وقذائف الهون تابعة للتنظيم. كما أحرزت قوات النظام تقدما جديدا على حساب تنظيم داعش في ريف مدينة الباب الجنوبي الشرقي بعد معركة عنيفة دارت بين الجانبين. وإلى دير الزور، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة نحو 100,000 سوري في المدينة التي يحاصرها تنظيم داعش المتشدد. وكانت عملية إسقاط مساعدات جوا توقفت منتصف الشهر الحالي بعد أن قسم التنظيم المدينة المحاصرة إلى قسمين واجتاح منطقة الإنزال. ومن ريف دمشق أظهرت صور التقطها ناشطون عن عمليات تعفيش للمنازل التي هجر أهلها في وادي بردة إلى ريف إدلب. وليس بعيدا جددت قوات النظام وميليشياته محاولاتها اقتحام محاور عدة في الغوطة الشرقية. وأفاد ناشطون بأن قوات النظام حاولت اقتحام الغوطة عبر محوري ميدعاني والمرج فصدت لها المعارضة ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل وجرح العشرات. وأعلن الناطق باسم هيئة أركان الجيش الإسلام أن ما لا يقل عن 10 عناصر من قوات النظام قتلوا خلال محاولاتهم التسلل إلى مواقع الثوار في ميدعاني بعد وقوعهم داخل حقل للألغام. وردا على فشلهم في الاقتحام، ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور السام على مناطق الاشتباك ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. أبلغ الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن الدولي أنه تقرر إرجاء مفاوضات السلام بشأن سوريا حتى 20 شباط المقبل. وأضاف الموفد الأممي أنه يجب على المعارضة السورية أن تختار وفدها في محادثات السلام، لافتا إلى أنه سيقوم بتشكيل وفد موحد للمعارضة إذا لم تقم هي بذلك. كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع عسكرية يسيطر عليها الانقلابيون غرب اليمن، بينها معسكر القوات البحرية في منطقة الكثيب. وجاء ذلك عقب تعرض فرقات سعودية لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك أثناء تنفيذها دورية مراقبة غرب ميناء الحديدة. وأوضح التحالف أن الهجوم أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم وجرح 3. وجه القضاء الكندي تهمة القتل العمد إلى منفذ الهجوم على مسجد في كيبيك، فيما تتواصل عمليات البحث عن دليل كاف لاتهامه بتنفيذ عمل إرهابي والنيل من الأمن القومي. وكشفت الشرطة أن المهاجم هو طالب جامعي فرنسي كندي يدعى ألكسندر بيسونيت في 27 من عمره، يتحدر من كيبيك. وقد أظهرت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتنق أفكارا قومية ويؤيد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعد الفصل تتابعون. قرار قضائي بالإقفال النهائي لمطمر الكوستا برافا بعد 4 أشهر. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحث شؤونا إنمائية ونيابية مع زواره في السراي الكبير. مشاريع إنمائية تهم مدينة طرابلس عرضها رئيس البلدية أحمد قمر الدين مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي. بعد ما المجلس البلدي اتخذ قرار بعدم السير بإنشاء المرآب بساحة التل والاستعاضة عنه بمشاريع بتهم طرابلس تنمويا، ومن البنية التحتية لضم الفرز الشمالي والبساتين
منها تأهيل التل ومنها الجسر يلي بيربط بين طرابلس بين الإبة وأبو سمرة لنحل مشكلة السير، ومنها دراسة السير بمدينة طرابلس ككل يلي اليوم عم تشهد ازدحام سير كتير، إن شاء الله بنقدر نحله قريبا، خصوصا نحن ماشيين بموضوع إشارات السير كمان، ومنها من هالمشاريع كمان إنارة وتأهيل الملعب الرشيد كرامي البلدي يلي صاروا من حوالي سنة 60 وصار لازم تأهيل. كما عرض الرئيس الحريري الأوضاع العامة في البلاد مع النائب محمد قباني. وفي السراي الحكومي بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان الذي عرض مطلب كنيسة السريان بفرعيها الكاثوليكي والأرثوذكسي حول تمثيلهما في مجلس النواب. كما استقبل الرئيس الحريري الأمينة التنفيذية للأسكواريما خلف التي أوضحت أن زيارتها هي زيارة للتهنئة بتشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه زيارة وداعية لمناسبة انتهاء ولايتها في شهر آذار المقبل. في مكتبه في اليرز استقبل قائد الجيش العماد جان قهواجي النائب بهية الحريري، وقد تناول البحث الأوضاع العامة. أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدة حسن حمدان قرارا بالإقفال النهائي لمطمر الكوستا برافا بعد 4 أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار بغية معالجة الأزمة كي لا تتراكم النفايات مجددا في الشوارع، وبهدف تأمين سلامة الطيران المدني وبعض الأمور الأخرى. أصدرت المديريات العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا توضيحيا عن عملية خطف القاصر من أمام ثانوية عمشيت الرسمية، ذكرت فيها أن التحقيقات بيّنت أن عملية الخطف هي بهدف الزواج من قبل السوري ممحاء، مشيرة إلى أنه تم تعميم بلاغ بحث وتحر عن الخاطف بناء لإشارة القضاء المختص، وكان أهالي الطفلة قد ناشدوا وزير الداخلية نهاد المشنوق التدخل لإنقاذ ابنتهم والإعاز إلى الأجهزة الأمنية لتبذل كل ما في وسعها لإنقاذ ابنتهم، وهم تقدموا بشكوى إلى القوى الأمنية حول الحادثة. عثر على جثة المواطن حق زين في منزله في رأس النبع وإلى جانبه مسدس حربي، وحضرت على الفور القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. والآن تذكير بالعناوين. المجلس سيد نفسه، ما حدا ينسى المجلس النيابي، مش لأنه طلع كلام عن فراغ غير فراغ فينا ننسى المجلس النيابي. احتدام النقاش بشأن قانون الانتخاب، ومصادر اللجنة الرباعية تؤكد عودة النقاش إلى المربع الأول. جيت للمجلس السوري وقدمت له كل ما أملكه. الحريري مصرحا عن أملاكه في المجلس الدستوري، حريصون على الشفافية. واشنطن تزود قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة نوعية، وإرجاء مفاوضات جنيف إلى 20 من شباط المقبل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. خلوا الماء المودة والصداقة.